فريق شباب المجد الكابتن يونس سلم الكاس من لجنة منظمة بحضور تشافي هرنانديز أيضا بحضور شبيه تشافي يسلم كاس البطولة كاس الافتتاح عفوا كاس الافتتاح الآن أيضا تسلمها الكابتن يونس كابتن فريق المجد ألف مبروك كاس البطولة أيضا تسليم إسماعيل برناوي شقيقه شقيق المرحوم إسماعيل فوزي تقامد الله برحمته تسلمها شقيقه إسماعيل فوزي تسلم هذا تسلمها فوزي شقيق اللاعب المرحوم سيتسلم جائزة المرحوم تقامد الله برحمته صراحة بادرة جيدة من دورة المجد ألا ينسوا لاعبينهم يتذكرون في جميع المحافل مثل هذه بادرة حسنة صراحة من اللجنة المنظمة نشكر